الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمع لقاء جديد من لقاءات شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ولا زال الكلام على أحاديث باب الغسل من الجنابة. قال الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. أخرجه البخاري. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث الأول أخرجه البخاري والنسائي وابن حبان، وأما الحديث الثاني وهو لفظ مسلم فلم يرويه البخاري، وإنما رواه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم. أما ما يتعلق بألفاظ الحديث ومعانيه، فقول عائشة رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة أي أثر الجنابة، فيكون على حذف مضاف، أو أنه أطلق اسم الجنابة على المني مجازا من باب تسمية الشيء باسم سببه، إذ الجنابة إنما كانت بسبب المني. قولها وإن بقع الماء في ثوبه يحتمل أن تريد أثر الماء، ويحتمل أن تريد أثر المني بعد غسله. قولها لقد كنت أفركه، الفرك هو حت الشيء وحكه بشدة. أما ما يتعلق بفقه الحديث، فقد تضمن الحديث بعض المسائل وسينتظم الحديث عنها من خلال الآتي: المسألة الأولى في بيان كيفية إزالة المني من الثوب، فقد ورد في الحديثين بيان كيفية إزالة المني من الثوب، وله حالان: الحال الأولى أن يكون المني رطبا فتتم إزالته بالغسل، والحال الثانية أن يكون يابسا فتتم إزالته بالفرك، وإن تمت إزالته بالغسل فجائز أيضا. وقد دل على ذلك أيضا ما هو أصرح من هذين الحديثين، وهو ما أخرجه أبو عوانة والطحاوي والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأمسحه أو أغسله شك الحميدي إذا كان رطبا. قال الشيخ الألباني في الإرواء: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وتردد الحميدي بين المسح والغسل لا يضر، فإن كل واحد منهما ثابت. غير أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ترك غسل المني في حال رطوبته، فقد ورد من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. أخرجه أحمد والبيهقي وابن خزيمة، وحسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء. قولها يسلت المني أي يميطه، والإذخر هو حشيش طيب الريح، وقولها يحطه أي يحكه. والحاصل أنه يستحب إزالة المني من الثوب بإحدى الكيفيات السابق ذكرها. المسألة الثانية في حكم طهارة المني،
اختلف العلماء في طهارة المني على قولين. القول الأول أنه نجس كالبول، ولهم في إزالته وجهان. أحدهما أنه يجب غسله رطبا ويابسا من البدن والثوب، وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة. والآخر أنه يجزئ فرك يابسه، وهذا قول أبي حنيفة وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أنه طاهر، إلا أنه مستقذر كالمخاط والبصاق، وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه. والراجح والله أعلم هو القول بطهارته استنادا إلى عدة أدلة، منها أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يدل الدليل على النجاسة، كما دل الدليل على نجاسة البول والغائط وغيرها، ولا دليل هنا على النجاسة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا. ومنها الاستدلال بحديث الباب، وهو أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل الرطب من مني النبي صلى الله عليه وسلم وتفرك اليابس منه، ولو كان نجسا ما اكتفت فيه بالفرك، قياسا على سائر النجاسات. ومن تلك النجاسات دم الحيض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فلا بد من الغسل بعد الحت، ولو كان المني نجسا كان لا بد من غسله، ولم يجزئ فرك يابسه كدم الحيض. ومنها أن الغسل هنا لا يدل على النجاسة، وإنما يدل على الاستحباب، لأن الرجل يحب ألا يرى على ثوبه أثر المني، وذلك إنما يكون لأجل التنظيف وإزالة القذر والدرن، لا لأجل نجاسة المني، فأشبه البصاق والمخاط ونحوهما، فإنه يكره بقاؤها على ثياب المصلي وليست نجسة. قال ابن حبان في صحيحه: كانت عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، لأن فيه استطابة للنفس، وتفركه إذا كان يابسا فيصلي فيه. وهكذا نقول ونختار أن الرطب منه يغسل لطيب النفس لا أنه نجس، وأن اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعا للسنة. انتهى كلامه رحمه الله. ومنها أن هذا الماء وهو المني جعله الله أصلا لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين والإنسان المكرم، فكيف يكون أصلهم نجسا؟ وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفنيد أدلة القائلين بنجاسته والرد عليها من أوجه عديدة، وذلك في مجموع الفتاوى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.